أهلا بكم. قالت منظمات دولية إن مناطق تهامة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر دخلت مرحلة انعدام الأمان، وهو ما أدى لنشوب كارثة إنسانية. وتحذر المنظمات من خطورة التفرج على توقف طرق وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يساهم في توسع مساحة المجاعة في تلك المناطق. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش طبيعة الأزمة الإنسانية لتهامة في محورين: حجم الكارثة الإنسانية في تهامة والساحل الغربي، وعوائق وصول المساعدات وفرص الحلول العاجلة. بالتزامن مع المعارك التي تدور بين الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي وبين ميليشيا الحوثي في مناطق الساحل الغربي، تعيش مناطق تهامة خصوصا منها الخوخة وحيس مأساة إنسانية حقيقية، حيث أدت الحرب إلى حركة نزوح وظهور بوادر مجاعة في ظل انعدام الأمان لطرق وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين. نبدأ النقاش بعد التقرير. فقر وجوع وحرب، ثلاثية تعصف بسكان تهامة المنطقة الساحلية التي يعيش سكانها وضعا كارثيا. وفق تقارير دولية، فإن الطعام الرئيسي لأبناء تهامة خبز وشاي في ظل انعدام مادة السكر. تقع تهامة ضمن النطاق الجغرافي للحديدة، وشهدت عمليات عسكرية بدأت في 9 ديسمبر الحالي بهدف تحرير مديريتي الخوخة وحيس. وعلى وقع المعارك الملتهبة بين الجيش وميليشيا الحوثي، تعيش تهامة كارثة إنسانية حقيقية، حيث يتهدد الجوع سكان مناطق تهامة، ويؤكد عاملون في مجال الإغاثة تعرض غالبية السكان للجوع والفقر والتشرد بسبب تعطل الحركة اليومية للتجارة. ويزيد من المأساة الإنسانية عدم قدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى مناطق الصراع في الوقت الذي أكدت فيه تلك المنظمات وجود بوادر مجاعة حقيقية في ظل توقف شبه تام للاحتياجات العاجلة من الغذاء والدواء والإيواء والمياه. يعتمد سكان تهامة على الصيد والزراعة كمصادر دخل أساسية، لكن الحرب أدت إلى انقطاع مصادر رزقهم، مما جعلهم يعتمدون على الحصص الغذائية المقدمة من منظمات إغاثية. لكن منظمات دولية حذرت من فقدان مواطني تهامة حتى لحصص المساعدات الإنسانية. أدت الحرب وفق منظمات دولية إلى انعدام الأمن على طول الساحل الغربي، وهو ما ساهم في حركة نزوح كبيرة وظهور بوادر مجاعة. لكن توقف وصول المساعدات الإنسانية يهدد المواطنين بالمجاعة، مما جعل حقوقيين وإغاثيين يدعون لتدخل إنساني عاجل يضمن مرورا آمنا لخطوط المساعدات الإنسانية. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الحديدة، ياسر عبد الله، عضو اللجنة الصحية في حيس. أهلا بك أخي ياسر. أهلا وسهلا أخي العزيز. بداية، لو تضعنا أمام الوضع الإنساني في حيس. أخي الحبيب، حيس تعاني من كارثة إنسانية. ألو، أسمعك. حيس تعاني من كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة معنى. طيب، كيف هو الوضع؟ على ماذا يعتمد الناس؟ كيف يتدبرون أمورهم؟ حسب الوضع، الوضع مجاعة. طيب، بالنسبة لحركة النزوح من داخل المدينة، هناك حركة نزوح داخلية لعشرات الأسر في القرى والأحياء التي تم التعرض للقصف من قبل التحالف والمواقع المحتلة أو المتعرضة للقصف. يعني هناك ممرات آمنة للناس يخرجوا من خلالها ويغادروا المنطقة؟ شبه آمنة، مش آمنة لهذه الدرجة. طيب، بالنسبة للمواد الأساسية في داخل مدينة حيس، لا يحد هي كافية للمواطنين؟ حسب المعلومات أنها مش لدرجة كبيرة، حسب التوقعات قليلة جدا. طيب، أنتقل وينضم إلينا بسيم الجناني من الخرطوم. أهلا بك أستاذ بسيم. مرحبا أخي، حياك الله. أستاذ بسيم، كمتابع ومهتم لما يحدث في تهامة، وفق المعلومات المتوفرة لديك، لو تضعنا أمام صورة الوضع الإنساني الحالي لمناطق تهامة.
وخصوصا التي تعيش المواجهة. كما اشرت انت في او كما اشار تقريركم الى ان المنظمات بعثت كثير من التحذيرات على الوضع الانساني القائم في المديريات الجنوبيه ولا سيما الخوقة وحيث الجراحي ايضا وامتدادا الى زبيد، خاصه انها كمناطق اصبحت معرضه لقصف طيارات حرب باستمرار، واصبحت الحركه فيها شبه معدمه، واصبحت المعونات او المواد الغذائيه شبه منتهيه في مديريه حيث على وجه التحديد. ايضا الجانب الصحي في حيث يعاني من انهيار كامل، خاصه بعد ان قصفت المستشفى الريفي الخاص بالمديريه واصبحت المديريه بلا ماوى طبي. وهناك ايضا حظر التجوال الذي يفرضه الحوثيون على السكان في المدينه من الخروج او الدخول او حتى النزوح بعد منعهم واستخدامهم كدروع بشريه، حالة يعني إلى حالة من الهلع والخوف في أوساط السكان. وأصبحت المواد الغذائية خاصة عندما أغلقت المحال التجارية في كل المديرية أبوابها وأصبحت الحركة شبه متوقفة، أصبح السكان في منازلهم يعيشون حالة إنسانية مزرية جدا نتيجة لهذا الحظر المفروض عليهم. أيضا تحليق الطيران على مدى 24 ساعة وقصف أهداف حوثية وبعضها يسقط فيها كثير من المدنيين خاصة في المدينة أو في ريف المديرية، بعكس الحال في الخوخة التي تحررت وبدأت المساعدات الإنسانية تصل إليها. لكن هناك لابد أن يكون هناك جسر إنساني يصل إلى المديرية حي، سواء عبر المنفذ الشمالي من المدخل الشرقي للمديرية القادم من محافظة الحديدة، وخاصة أن هناك منظمات إنسانية عاملة في المجال الإنساني موجودة في محافظة الحديدة. وأيضا من المعونات القادمة من جهة المخا وعدن عبر الخوخة، لابد أن تتحرك هذه المنظمات عبر الأمم المتحدة غير التحالف والحوثيين بأن يسمح للفرق العاملة الهلال الأحمر المنظمات الإغاثية منظمات الصحة العالمية بالدخول إلى هذه المناطق، و إن كان هناك حالة من الرغبة للنزوح فليتاح للمواطنين بالنزوح أو إطار المساعدات، خاصة وأن حيث لا زالت بيد ميليشيا الحوثي ولا يوجد فيها أي داخل المدينة أي مواجهات سواء في الطرف الغربي من المديرية باتجاه الساحل. هناك وضع إنساني يعني للأسف لا يمكن وصفه، خاصة مع انقطاع كثير من التواصل والاتصالات لداخل المديرية، والوضع يعني التخوف حتى في مديريات اخرى كزبيد وبيت الفقيه بان تنتقل اليهم الحاله، خاصه مع نيه التقدم الى تحرير مناطق كالتحيتا وزبيد والجراحي. اعتقد بان الوضع شبه يعني مزري جدا، خاصه في الجانب الانساني. هناك مناشدات اطلقت اليوم من كثير منظمات خاصه في المحليه على ان يتم انقاذ هؤلاء المواطنين والتدخل الانساني في هذه المديريه بشكل كبير. على الجانب العسكري هناك مناوشات مستمره منذ 10 ايام باتجاه الغرب من المديريه واتجاه واتجاه الشمال من مديريه التحيتا، ولا زالت هناك يعني عمليات القتال مستمره والتمشيط من القوات الشرعيه باتجاه تحرير مديريتي حيث والتحيتا، مع استمرار قصف الطيران المتواصل على امتداد الخط الساحلي وامتداد الخط الشرقي من المديريات الشرقية. وهناك حالة رعب وهلع وترقب خاص في كل مديريات المحافظة مما يحدث في الساحل من مواجهات. طيب أعود لضيفنا من حيث الأستاذ ياسر عبد الله عضو اللجنة الصحية. أستاذ ياسر، إذا المركز الصحي الوحيد في المنطقة قصف، كيف هو الوضع الصحي الآن بعد عملية القصف لهذا المركز الصحي وتأثيرات هذا القصف على الوضع بشكل عام الصحي؟ الوضع الصحي تدهور للغاية، حيث يفتقرون لأبسط العلاج البسيط. طيب بالنسبة للمساعدات ويعني المنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني للإغاثية تتحدث عن عدم قدرتها على إيصال المساعدات، هل تصل أي مساعدات إلى المنطقة؟ هل هناك أي جهد تبذل من أجل إدخال مساعدات؟ إلى الآن لا يوجد أي مساعدات،
وهناك استغاثة من أهالي حيث نفسهم. نطالب المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني كالصليب الأحمر واليونسيف وأوكسفام بضرورة إغاثة الناس في حيث، كما يتنبأ بوجود مجاعة وكوارث إنسانية في ظل غياب الإغاثة الإنسانية. شكرا جزيلا لك يا سير عبد الله عضو اللجنة الصحية في حيث. وينضم إلينا من الرياض عبد الرقيب الحيدري عضو اللجنة العليا للإغاثة. أهلا بك سيد عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب، طيب أعود أستاذ عبد الرقيب. أيوة نعم أستاذ عبد الرقيب، كيف تتابعون الوضع الإنساني والإغاثي في مناطق تهامة وتحديدا التي تشهد المواجهات الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة بلقيس على الاهتمام في الجانب الصحي والجانب الإغاثي. نحن في وزارة الصحة نتابع في أماكن المواجهات. وزارة الصحة تقوم بمسؤولياتها سواء عن طريق المنظمات الدولية أو عن طريق المرفقات الصحية التابعة لوزارة الصحة، حيث الإغاثة الطبية تصل إلى هناك، أضف إلى أنه الفرق الطبية والإسعافية تتواجد في مرافقة للجيش والمقاومة. طيب هناك حديث الآن عن كارثة إنسانية ووضع إنساني صعب، إلى أي حد هذه المعلومات والتقارير صحيحة؟ بلا شك أن الوضع الصحي سواء كان قبل هذه الحرب التي شنتها الميليشيات، كان الوضع الصحي في اليمن والوضع الإنساني بشكل عام يعيش تدهور كبير، إلا أن هذه الحرب أيضا زادت وفاقمت من الأوضاع، وحيث أن الميليشيات الانقلابية استغلت ميزانية وزارة الصحة وأيضا ما كانت تقدمه المنظمات الدولية في تمويل حربها، وأيضا السيطرة على المساعدات والإغاثات الطبية وتقديمها إلى أنصارها. أيضا هناك وضع إنساني كبير جراء أيضا ما تمارسه الميليشيات الحوثية من ضرائب وجمارك وإغلاق على كافة الأصعدة، هذا يفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير. طيب أعود لضيفي بسيم الجناني الناشط الحقوق. أستاذ بسيم، هل هذا الوضع السيء فقط تعاني منه منطقة حيث؟ أستاذ بسيم، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأخ بسيم. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الرقيب الحيدري. أستاذ عبد الرقيب، بالنسبة لكم الآن في الحكومة، ما هي وتحديدا في اللجنة العليا للإغاثة، ما هي خططكم بداية في المناطق التي حررت من اتهامة؟ هل وصلت مساعدات وتصل مساعدات إنسانية للناس هناك، أم ربما ما زال الوضع يعني من ناحية أمنية بسبب سواء الألغام أو أن ما زالت هناك بعض الاشتباكات لم تستطيعوا الوصول إلى هذه المناطق كما تتحدث بعض التقارير الإخبارية؟ طبعا الأحداث الآن هي في المناطق الملتهبة تقوم فيها التحالف، والخدمات أيضا هي المرافقة أيضا للقوات التحالف في جانب طبي، وأيضا هناك بعض المنظمات التي تتواجد. أما بالنسبة للمرافق الصحية التي كانت موجودة، تسعى أيضا دول التحالف أيضا بالتنسيق مع وزارة الصحة لتأهيل هذه المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية، كما حصل الآن في بيحان وفي شبوة من أيضا استعادة المرافق الصحية وأيضا تقديم الرعاية الصحية الأولية وأيضا إسعاف الجرحى والمصابين. بالنسبة لأماكن الملتهبة، طبيعي أن يكون الوضع الآن ساخن، وأيضا احتجاب المعارك يكون هناك أيضا
ضعف التواصل ويعني الوصول إلى المدنيين بصعوبة خاصة في الأماكن، وأيضا أي نازحين يتم استقبالهم من قبل الفرق الميدانية الموجودة. أيضا تسعى اللجنة العليا للإغاثة بإيصال المساعدات والإسهام في تخفيف المعونات سواء عبر المنظمات المحلية أو التواصل عبر المنظمات الدولية المتواجدة في أماكن الصراعات. طيب أعود للأستاذ بسيم. أستاذ بسيم، هل فقط أعود وأكرر لك السؤال، هل فقط الحيسية من تشهد هذا الوضع الإنساني المتدهور لأن ما زالت هناك مواجهات مستمرة فيها، وماذا عن المناطق التي حررت؟ كيف هو الوضع الإنساني فيها؟ نعم، بالنسبة للمناطق هي منطقة واحدة التي حررت تابعة لمحافظة الحديدة وهي مديرية الخوخة، والإغاثة الإنسانية فيها بدأت بالدخول تدريجيا عبر الهلال الأحمر الإماراتي وعبر منظمات مجتمعية موجودة في عدن ومخا، ووصلت المساعدات إليها وبدأت الحياة الطبيعية تعود إليها ما عدا تعرض المدنيين لقصف الكاتيوشا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثي باتجاه الخوخة. هذا بالنسبة للخوخة التي تحررت. أما بالنسبة للباقي، هناك مديريات أخرى كثيرة تعيشها المحافظة منذ شهور وضع إنساني جدا مزري، ليس فقط المناطق التي تتواجد فيها المواجهات فقط، هناك مناطق مدقعة فيها الفقر، هناك المنظمات الإنسانية خاصة بعد أن غادرت البعثة الأممية قبل نصف شهر لمحافظة الحديدة عبر ميناء الحديدة، هناك يعني تراجع كبير في إيصال المساعدات، إيصال الأغذية، دعم المستشفيات بالأدوية خاصة لأسيما المستشفى الرئيس في محافظة الحديدة ومستشفى الثورة، هناك تراجع في عملية التغذية العلاجية الخاصة لسوء التغذية للأطفال، هناك مرض الدفتيريا الذي بدأ ينتشر وبدأ يتفشى في أوساط الأطفال، هناك تردي إنساني على مستوى كافة المديريات ليس على، ولكن هناك معاناة متفاقمة في مديرية حيس التي تعاني من حظر تجوال وقتال على مشارفها، ويعاني السكان من كثير من المعاناة، لكن هناك أيضا معاناة سيئة أيضا تعيشها بقية المديريات خاصة مع ظل انقطاع الرواتب، مع ظل الحشد العسكري الذي يقوم به ميليشيات الحوثي وعمليات الاختطافات وإرهاب المواطنين على كافة المجالات، هناك ترقب وخوف وخشية من كافة المواطنين على تلك المديريات، وهناك أيضا يعني كما يعني نشاهد كثير من الأحداث المتسارعة الموجودة خاصة على أطراف الساحل الغربي، فهي الأمور متوجسة والحالة الإنسانية هي مستمرة على امتداد 3 سنوات، وكلما زاد الصراع والشداد المعارك على مشارف محافظة الحديدة اشتدت هذه الحالة الإنسانية في على المواطنين، وبدأ الناس يعني يتجرعون أضعاف المعاناة مما كانوا عليه من قبل. أعود للأستاذ عبد الرقيب من الرياض. الأستاذ عبد الرقيب، في ظل هذا الوضع الإنساني الصعب، هل لديكم في اللجنة العليا للإغاثة والحكومة أي خطة عاجلة ربما لوقف هذا التدهور؟ طبعا أخي الكريم، في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية أعتقد على أن الجانب الإغاثي والجانب الصحي الأمور تتعافى إلى حد ما، لكن الخوف من الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيات. اليوم بعد أن سمعنا وبعد أن طلبت المنظمات الدولية بمغادرة العاصمة صنعاء والانتقال إلى عدن، وصلت المنظمات الدولية التي كانت تتولى الجانب الإغاثي والجانب الإنساني في هذه المناطق، وصلت إلى حد عبد الرقيب فقدنا الاتصال. عود للأخ بسيم. بسيم، كيف تنظر لتحركات المنظمات الإغاثية والإنسانية بشكل عام وأيضا اللجنة العليا للإغاثة؟ وهو يقول ربما أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ربما لا تشهد أي وضع إنساني صعب، ماذا عن مسؤوليتهم وكيف تقيم هذا الطرح؟ نعم أخي، طبعا الطرح غير مبرر للأمانة، لأنه هناك اتجاهين يسير فيها الإغاثة في اليمن بشكل عام، اتجاه اللجنة العليا للإغاثة التي
تتبنى إيصال مساعدات عبر المناطق المحررة واتجاه المنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. الأصل أنه المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي هي التي تقوم بدورها. يعني نحن لا نخشى يعني أن كانت هناك لا تستطيع إيصال المساعدات إلى هذه المناطق. الأصل أنه كما نعلم بأن هناك مانحين وهناك مليارات الدولارات تضخ لهذه المنظمات الدولية وهي عاملة في مناطق التي تسيطر على ميليشيات الحوثي. الأصل أن تقوم بدورها، والأصل أن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بفرض أو مخاطبة هذه المنظمات بتبني العمل الإنساني على أكمل وجه وإيصال المساعدات وتحمل المسؤولية إن كانت هناك عمليات نصب أو احتيال على تلك المنظمات من قبل الميليشيا، على تلك الإغاثة من قبل الميليشيا. الأصل أن هذه المنظمات هي المسؤولة الأول أمام الحكومة الشرعية، أمام منظمة الأمم المتحدة، أمام المانحين أيضا الذين يعني يضخون مليارات الدولارات، ملايين. هناك منح يعني في كافة المجالات الصحية والغذائية والإغاثية. الأصل أن هذه المنظمات تعمل في كافة الظروف، لكن نتفاجأ بأنه عندما اشتدت الحرب على هذه المديريات نجد تراجع وخشة وخوف وسكوت تام، وما عدا تصريحات من تلك المنظمات والتحذيرات. الأصل أن يكون هناك تواصل وفرض سياسة عمل تصل إلى من خلالها المساعدات إلى الناس المتضررين بطرق ووسائل تجنبهم معاناة متزايدة. والأصل أن الحكومة الشرعية أن تخاطب هذه المنظمات بالتحرك الجاد والسريع لإغاثة الناس في المناطق المنكوبة. أشكرك جزيلا بسيم الجنان الناشط الحقوقي، شكرا لك. أعود لضيفي من الرياض عضو اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب، هل بدأتم بمخاطبة المنظمات الإغاثية والإنسانية للتحرك وإنقاذ الناس في تهامة وتحديدا في المناطق التي ما زالت تشهد مواجهات؟ الحكومة أيضا خاطبت المنظمات الدولية قبل سنوات، قبل سنتين، بطلب انتقال المنظمات من صنعاء إلى عدن. ولكن اليوم بعد هذه السنوات وبعد أن وصلت المنظمات إلى حالة يئست من هذه الميليشيات بعد أن سيطرت على قرارها ومقدراتها، اليوم طلبت المنظمات بالانتقال بشكل نهائي إلى عدن والإبقاء على بعض مكاتبها الموجودة في صنعاء. طبعا تعمل المنظمات الدولية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بينما تعمل الحكومة ومع شركائها في مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وأيضا هيئة الإغاثة الكويتية وكثير من المنظمات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. نحن طبعا نأسف لاتخاذ القرار بمغادرة المنظمات الدولية التي في الوقت الراهن كان يفترض أن تتواجد وخاصة في أماكن الصراعات والمناطق الملتهبة، إلا أن هذه المنظمات تبرر على أن الميليشيات الحوثية تسيطر على الجانب الإغاثي وتستغل أيضا نفوذها في السيطرة على المشاريع. طيب إذا كانت هذه المنظمات لها مبرراتها في عدم العمل في مناطق المواجهات، أنتم أين مسؤوليتكم الوطنية كلجنة عليا للإغاثة؟ لماذا لا تتواجدون وتقومون بهذا الدور؟ ما الذي يمنعكم؟ ما الحكومة الشرعية تتواجد في المناطق الملتهبة، إلا أنها لا تستطيع أن تتواجد في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. ومع ذلك الآن شركائنا في مركز الملك سلمان والإخوة الكويتيين والهلال الأحمر الإماراتي، هناك أيضا منظمات محلية موجودة تعمل وتقدم في الأمن الغذائي، وتعمل أيضا في مواجهة الكوليرا، وتعمل أيضا في مواجهة الصرف الصحي. هناك مشاريع كبيرة تقدمها هذه المنظمات، خاصة التي تعمل تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، إلا أن المنظمات الدولية أيضا وصلت الآن بها إلى أنها اتخذت قرار بالترك أماكنها والانسحاب بسبب تسلط الميليشيات الحوثية على هذه المنظمات وفرض سلطة الأمر الواقع، وأيضا جعل منظمات أو شركاء لتنفيذ هذه المشاريع منظمات صغيرة ليس لها أي عمل إغاثي ولا خيري كانت متواجدة من قبل.
أشكرك جزيلا عبد الرقيب الحيدري عضو اللجنة العليا للإغاثة، كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة عبد الرقيب العبارة. يا من الله.